30 مليون سكن في دارس بينها إزاق الأحسن، ولكن قضية الوحدة الترابية كلها ميدة الوحدة الترابية وكلها وجهة نظر. احنا جينا هون الاحزاب وسمعنا قائد كل الاحزاب معارضه وطنيه وكل الاحزاب سعوديه نشوف الناس ولا نشوف شو حضر الناس. هي لا تحزب كلها عاقلين لا منفعكم وشوف تحديد الهويه في بلد الكرايه وانا واحد من الشباب. انا ما اتكلم على ظلم حد ولا لا، انا متاكد عن ضد الارهاب ولكن بلي مقنع عندما هو شيء خاص مقنع قواتنا المسلحة الملكية على قادة جميع القطاعات بالدرك الملكي والأمن الوطني وقوات مساعدة والوقاية المدنية وإحنا وراء قائد الإعلام وراي السياسة ترى حكومة هم على حساب كامل اليوم كاملين نقول ما نبغي نشكر جزيل الشكر على هذا الموقف نشكر سكان مدينة العودة ونشكر الموسط المتوسطين ونشكر جداد طبعا الكلام واللي كان شاك على المكان تلاحم ديال المملكه المغربيه بهذا الموضوع اليوم يشوف المسيره. هذه المسيره راهي بصفه نهائيه اللي لسانه طويل والله ما هو محقق والله ما هو كذا راهو غلط يشوف المسيره ومرة تصاور. ردوا لنا مسيره اللي قال عنه الملك اشكري والله اشكري السكان كاملين. اليوم السكان كاملين احزاب وغير احزاب ومجتمع مدني جيت العيون كلها بسلطاتها وكل شيء لها كنشكرهم على ذا الموقف الزين العظيم وعندي الاطمئنان لكم اليوم راكم حمرتوا وجوهنا وذي عادتكم هاي الساحه تراعوا فيها جمعت فيها 57,000 هنا في الساحه تأييدا لجلاله الملك وتأييدا لقرارات واجتمعنا هنا 33,000 منين الامريكان اعترفت بغاية الوحدة الترابية وجيتوا كنشكركم نساء وشباب ورجال وكتستاهلوا كل خير وهذو المواطنين الحقيقيين هذو المواطنين المخلصين المليككم القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية نضع عنه الإرهاب تعني القوات المسلحة الملكية ومصالح التابعة للأمن الوطني. احنا الآن متواجدين ضمن هذه المسيرة الكبيرة المعبرة عن رفضها والرفض التام بجميع أشكاله للإرهاب والاستهداف المواطنين والاستهداف الأبرياء العزل وممتلكاتهم ونؤكد على أننا مع الأمن ومع الاستقرار ومع التنمية الشاملة وكذلك مع جلالة الملك الله ينصره من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وشكرا. هاي المسيرة تبارك الله مسيرة زينة وكبيرة وحضروا فيها ياس مساكنة مدينة العيون، يعني احنا مشاركين في دي المسيرة اللي فرحانين بها ومشاركين هم اللي كندوا بهذا الشيء اللي وقع في السمارة ولإخواننا في السمارة احنا ما لنا باغي لهم شيء، احنا ننظر لنا نعيشوا بسلام وبأمن وأمان وتبارك الله يعني حضروا خوتنا وأهلنا وأصحابنا وجيراننا والعيون كاملة الحمد لله مرقت اليوم هي وهذا يعني حدث كبير وزين وشي نقول لك فرحانين قبال ان الناس كامله مشاركه معنا ومتضامنه معنا في هذا الحدث الكبير اللي هو عيد المسيره. امين العام للاتحاد الوطني والدولي لدعم الحكومه الذاتي للصحراء المغربيه. احنا جينا في هذا النهار هذا كنستنكروا هذا اللي داروا هذه العمليه. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. احنا متضامنين مع الشعب المغربي، احنا كاملين كلمه واحده ومع سيدنا الله ينصره والله يشافيه لنا والله يخليه لنا. الحمد لله اليوم مسيره الحمد لله ناجحه. احنا بصفتنا كمنتخبين وكساكن في المنطقه عندنا تضامن تام مع هذا الارهاب اللي وقع في السماره ورانا ضد الارهاب 100%.
عنا لا نقبلوه ولا ندوه. احنا هذا الارهاب اللي وقع في سمارة نرفضوه رفضا شاما شاملا. احنا اليوم الحمد لله جينا فرحانين وجينا بسرور وجينا احنا واتحادنا ومنخرطين الجمعية واعضاء الجمعية الحمد لله جايين مجندين وراء صاحب الجلالة، ورانا فرحانين بعيد المسيرة، ورانا مستنكرين داك الشيء اللي واقع في السمارة. والسلام عليكم ورحمة الله. كم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم حجي بسروان رئيسة جمعية قلوب الرحمة للتنمية والتضامن. حنا ديما كنجيو مع الحاج ناصر، ماشي أول مرة كنديروا قافلة لإحياء صلة الرحم. هذا العام الحمد لله حصلنا شرف أن وقفنا مع خوتنا في هذه الوقفة اللي حنا ما كنقبلوش هاد العمل اللي قاموا به هاد الناس اللي الله يهديهم الله يدير تاويل الخير. وانا كنطلب من المغاربه كاملين يجيو يحضروا معنا في هاد الوقفات وفي صله الرحم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.